هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع G7 بياريتس بفرنسا، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بجلسة مباحثات موسعة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيدا بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال إدارة الرئيس ترامب، ومشيرا سيادته إلى حرص مصر على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمصر ولشخص السيد الرئيس وما حققته مصر تحت قيادة سيادته من أمن واستقرار، وكذلك تطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مجموعة السبع G7 بفرنسا الخاصة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات، حيث عرض سيادته خلال كلمته وجهة نظر القارة الإفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا وقد غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها للمشاركة في المؤتمر الدولي السابع أتيكاد اليابان إفريقيا.